عليكم طلاب، وصلنا المحاضرة السابقة إلى شريط القواعد. فخلينا نأخذ بعض التفاصيل المهمة في هذا الشريط. خلينا نفتح الفايل إكسبلورر. لاحظ وياي هنا موجود عندنا، بداخل شريط القوام عندنا فايل هوم شير فيو مانجر. فتلاحظ وياي هو أيضا هنا موجود عندي. هذه التفاصيل اللي هو هذا شريط القوام داخل فايل. هذا الفايل طبعا أنا راح أشرح، طبعا هذا كل التفاصيل هي موجودة وين؟ هي موجودة بهذا داخل البي دي اف. فراح نجي هنا إلى فايل. طبعا هذا الفايل يحتوي على، لاحظ وياي open a new window، فنقدر نفتح نافذة جديدة اللي هي open a new window. فتلاحظوا احنا نقدر نفتح نافذة جديدة، نقدر نغلقها ونرجع إلى فايل. وكذلك موجود عندنا open a new window and a new process، فراح يكون أيضا يفتح لنا نافذة جديدة ببروسيس جديد، يعني تختلف عن هذه داخليا كبروسيس، بس عموما انه نقدر نفتح نافذة جديدة. طبعا هنا نقدر نفتح كذلك ويندوز بورشيلد اللي هو الكوماند ويندو. هذا في بعض الاحيان نستخدمه اللي هو اسمه سي ام دي، اللي هو هذا نقدر نتعامل مع الملفات الفولدرز او الفايل الداخليا من نظام الويندوز. يعني في بعض الاحيان عندنا الافضل نتحكم بهذه، ولكن هذا يتطلب الى كتابة الاعازات حتى شنو، حتى نتمكن من كتابة بعض الاعازات حتى نتحكم في كوبي ديليت وبيست وغيرها من الامور، او فرضا نقدر نحذف الفيروسز من خلال هذه الباور شيل يسمونها اللي هي كوماند ويندو. ايضا نقدر نفتحها من هذه او ندخل دايركت من، بس نكتب سي ام دي اللي هي كوماند برومبت، فنكتب داخلها هذه الاعازات. بالإضافة إلى ذلك موجود عندي change in the folder and search in the options. هذه طبعا أيضا عندي مجموعة، تلاحظوا هذه إذا يكون عليها هذه العلامة، تلاحظوا هذه العلامة اللي هي موجودة بين، يعني هذا دائما تظهر عندي إذا مسويهم بين، فراح يظهر عندي بال frequent folders أو recent files. تلاحظوا هنا يظهرون عندي هذه، يعني ذكرتهم مسبقا هذا القوام اللي أنا فاتحها أو recent file يعني فاتحهم، يعني عادة نفتحهم أو فاتحهم قبل قليل. وهذه الفرقون فولدرز اللي هذه دائما نتردد عليهم، الفولدرز اللي دائما نفتحهم. هنا هذه نادا نحتاج help، وهذه نحتاج إذا نحتاج إلى close غلق النافذة. فعلى سبيل المثال نقدر نغلقها بهذا الطريق. فأرجع ونفتح file explorer. هذا فيما يخص طبعا قلنا شريط القوائم. هذا فيما يخص الفايل هوم. هذا الهوم راح يكون مقسم الى عدة اجزاء. الجزء الاول اللي هو اسمه كليب بورد، اورجنايز، نيو، اوبن، سيلكت. فعلى سبيل المثال لو اردنا فرضا نسوي كوبي، مجرد انه تضغط على اي ملف او فولدر موجود عندك هنا، شنو راح يصير عندك؟ راح يتحفز عندنا الاعاز كوبي. خلينا نجي هنا على سبيل المثال نفتح نفتح هذا كولكشن، او خلينا نسوي لنا فولدر جديد اللي هو خلينا نسميه هذا، نسميه تيست. اوكي خلينا نفتحه. فتلاحظ عندي هذا موجود ماكو بداخله، فراح نقدر نسوي لنا بهذه القائمه من نيو، نقدر نسوي نيو فولدر. خلينا نسميه سكند فولدر. اوكي فهذا الفولدر عندي، فبمجرد نضغط عليه راح يتحفز عندنا هذا كوبي. نقدر هسه نسوي بيست لصق، فراح يصير عندي فولدر ثاني والى اخره. احنا هذه ماخذيها ومر عليها بالمحاضرات السابقه. هذا ضمن الكليب بورد. نقدر نسوي كات، نقدر نسوي كابو باث، يعني نستنسخ المسار اللي موجود بداخل هذا الفولدر، او نسوي كات وننقله لغير مكان. طبعا ايضا عندنا اورجنايز. طبعا هذا الاورجنايز نقدر نسوي موف تو او كوبي تو. نقدر فرضا على سبيل المثال نحدد هذا وننقله كوبي تو او موف تو، راح ننقله على سبيل المثال الى غير مكان، خليه فرضا نقول نخليه بداخل نيو نيم. فلاحظوا احنا ننقل الى نيو نيم. بالاضافه لهذا نقدر نسوي كوبي الى ناخذ نسخه من عنده الى اخره. نقدر نسوي ديليت، هسه مجرد نضغط ديليت فراح يمسح عندي. اوكي وكذلك ايضا نقدر نسوي مجرد انه نضغط عليه راح نقدر نسوي رينيم، نقدر نغير الاسم. نقدر وي كان رايت انيم.
تصفر له، فنقدر نسمي الاسم. بالإضافة هنا راح يكون عندنا نيو، نقدر قلنا نسوي فولدر أو نيو ايتمز، نقدر على نقدر نفتح فرضا مايكروسوفت وورد. لاحظوا هنا نقدر نسوي مايكروسوفت وورد هنا، وأيضا نقدر نغير اسمه change it to a name. اوكي فهذا راح يكون عندي اسم مالته. بالإضافة راح يكون عندنا قلنا نسوي فولدر أو قلنا نسوي ايتم، وهذه مجموعة الايتمز اللي نقدر نقدر نفتح فرضا تكست دوكيومنت، نقدر نسوي وينرار، نقدر نسوي مايكروسوفت ببلشر دوكيومنت، مايكروسوفت او نسوي فد ايميجز او فرضا مايكروسوفت وورد دوكيومنت او اكسل او اي واحد من هذول. طبعا بالاضافه لهذه القائمه موجوده عندنا قائمه اوبن، اي ملف نضغط عليه نقدر نطلع هذا الخصائص اللي هي بروبرتيز، بنضغط عليها راح تطلع عندي خصائص الملف، او نضغط على نحدد الفولدر ونضغط على بروبرتيز راح تظهر عندنا خصائص لهذا الفولدر. بالإضافة راح نقدر نطلع الهيستوري، يعني الهيستوري موجود عندنا لهذا الفولدر وغيره الموجود أو الفايل اللي أنا أضغط عليه وأحدده، أو نقدر نضغط أديت يعني نحرر الملف اللي موجود عندنا حتى نفتحه ونكتب به. فلاحظوا هنا راح يكون عندي انفتح الملف اللي موجود عندي، فهذا من القائمة اللي هي من هي هذا القائمة open. كذلك أنا شنو موجود عندي؟ موجود عندي هذا select، نقدر نختار الكل select all، فالكل تحدد عندي، فإذا صار كل select all نقدر نسوي copy ونقدر نسوي لصق، فالكل راح يصير عندي لصق للكل. أو inverse selection، لاحظ هنا الاثنين أنا مختارهم، فإذا نضغط inverse selection راح يختار هذول الاثنين ويترك هذول اللي موجودين عندي، فيصير عندي inverse selection. نقدر نحذف على سبيل المثال نسوي inverse selection، راح احذف هذول الجديد اللي استنسخناهم، فراح نصير عندي delete، فنحذف هذول اللي موجودين عندي. select none، الكل راح يلغى التحديد، او نقول select all يحدد الكل. select none راح شنو يترك تحديد الكل. اذا هذه هي القائمة الموجودة عندي clipboard، عندي organize وعندنا new وعندنا open وعندنا select، فهذه هي الأمور اللي موجودة في داخلهم. أيضا عندي شنو موجود عندي؟ أيضا شير، نقدر على سبيل المثال نحدد الملف ونقول شير وننقله إلى إذا نضغط هنا على سبيل المثال إذا نسوي شير فرضا بالإيميل أو looking for nearby devices، إذا ننقله إلى جهاز قريب مني، أو we need someone more information tab to choose someone، إذا نختار فد شخص وندزه إليه بالإيميل، فأيضا نقدر نختار واحد من الأشخاص الموجودين على سبيل المثال عندك بالليست مالت الإيميل، فتقدر تدزه إليهم يعني تسوي شير من هذا الفولدر اللي أنت مختار أو الملف، يعني بمجرد نضغط عليه نقدر أحسن نقول نقدر نسوي شير، فتلاحظوا أو إيميل نقدر ندزه من خلال الإيميل، تضغط على إيميل فراح يفتح عندنا المفروض إيميل حتى يندز، فلاحظ هنا موجود وياي. نقدر بمجرد دخل الباسورد راح يفتح الايميل، ونقدر ندزه من خلال الايميل، او نقدر نسوي زيب واللي هو شنو هو راح يسوي لنا يسوي ضغط لهذا الملف، يعني هنا راح يصير عندنا الضغط يصير ونرار اللي هو لهذا الملف، يعني راح يصير كامبرس، فنضغط هذا يكون عندي ضغط الملفات اللي موجوده عندي اذا تريد تحولهم الى ملف مضغوط او غيره، او فرضا فاكس نقدر من خلال فاكس او برنت او برنت ديسك اذا نريد نخليهم على القرص او نقدر نطبعهم وغيرها من الامور، هذه كلها موجوده في داخل السند. كذلك موجود عندي شير ويز اذا نريد نسوي المشاركه تو سبيسيفيك بيبل، يعني الى اشخاص معينين، فنختار الجهه المعنيه ونقدر نسوي شيرنج وياهم. موجود عندي ايضا اني هذه قائمة اللي هي ريموف اكسس وسكيورتي، هذه العلاقة بالسكيورتي، فلاحظ هنا ويا موجود عندي، تذكرون احنا مسبقا لو عندنا هذا الفولدر شنو قلنا؟ تذكرون احنا سوينا عملية الاخفاء، رحنا منها وقلنا شنو هيدن ابلاي اوكي، وخفينا الفولدر، طبعا هذه تروح الى الفولدر اوبشنز، نقدر نروح طبعا هذه فولدر اوبشنز، او دايركت انها تروح وين على كنترول بانل وتروح لفولدر اوبشنز فايل،
حيصير عندي فاير اكسبلورر اوبشنال هذا تذكروا الاختيار، ونضغط على شنو فيو، ونقدر هنا دونت شو ابلاي اوكي. فشنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اختفى الملف اللي موجود عندي. طبعا هذا القائمة هسه راح اقدر ارجع لك اقول لك اني تقدر تطلعها مرة ثانية. فايضا ارجع الى كنترول بانل ونرجع الى فايل اكسبلورر اوبشن اللي هو هذا، ونطلع الملف اللي اخفيناه في فيو ودونت او شو هيدن فايل اللي انا اخفيته، نغلق النافذة وهذا موجود عندي. هذه واحد من طرق الحماية اللي ذكرناها مسبقا. هذه المرة نقدر فرضا راح ارجعه فرع سكيورتي او سوري نا هيدن، شيل الهيدن راح نرجعه مثل ما هو. لاحظوا يا هسه هذا الفولدر احنا نقدر نفتحه ونكتب بداخله، يعني نقدر نكتب بداخله المعلومات وي كان رايت سمثينج هير اوكي. بعدين احنا نقدر نتعامل ويا هاي المعلومات، خلينا نحفظها اوكي. طبعا خلي بعدين هسه المقطع هذا الجزء من التسجيل، ونبدا بالجزء الثاني حتى لا يكون الملف ثقيل عليكم ما يتحمل.